تعالوا مع بعض نعمل رز بالقشريات، مقاديره على الشاشة. طاسة شديدة الحرارة على النار. حلو قوي. طاسة شديدة الحرارة على النار. معانا الشوربة بتاعتنا اللي احنا عملناها في البداية خالص هنستفيد بيها، ومعانا شوية كابوريا، معانا شوية كابوريا، معانا شوية جمبري متنظفين، معانا جندفلي، معانا رز بسمتي. ينفع بالرز المصري ينفع، بس أنا بفضل أكله بالرز البسمتي. معانا قليل من الشبت والبصل والثوم. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. أرز بالقشريات، ولما نقول قشريات يعني سي فود أكيد، ولكن القشريات يعني أنواع السمك اللي فيها قشر، زي الجندفلي، زي الكابوريا، زي بلح البحر، زي الجمبري، مش هقول الاستاكوزا. حلو، عشان حرام ان احنا نهين الاستاكوزا ونحطها. باخد معلقتين زيت من تحمير السمك، من قلب القلاية، بحطهم هنا. حلو قوي. بضيف عليهم مكعبين من الزبدة. هنا الطعم. بصلايه ناعمه. فص ثوم ناعم. قليل من الشبت. ليه الشبت يا شيف؟ الشبت مع الفرايد رايز او الرز بالسي فود بياخده في حته تانيه، بس ما نكترش منه. معانا هنا جمبري. بتشال ظهره بالشكل ده كده. كابوريا زي ما هي اهي، وتنقي الكابوريا الصغيره التقيله، قرن الفلفل ده كده. حلو، دول في قلب الحله. معانا جندفلي، ممكن يكون بلح البحر، ده جندفلي اسكندراني بيسموه عرايس، دي المسميات بتاعته في حلقة السمك عشان لما تشتريه. بتنقيه كويس، بتشيلي منه الرملة، ده مطلوب علشان مهم جدا لو لقيتي واحدة قافلة وفيها رملة تبوظ لك الدنيا. نقلب القشريات دي كلها مع بعضيها بالشكل ده كده، زي ما أنا شغال كده. الله، إيه الحلاوة دي؟ فاكرين ولا ناسيين؟ شويه الصوص الطماطم الحلوين اللي باقيين عندي بحطهم هنا كده. حلو، شويه شوربه من سلق السمك هنا. تسلم ايدك يا عم الشيف. نقف وقفه هنا نسميها محطه الابداع، محطه الابهار، محطة الخبرة الطهوية. ده طاجن سي فود أو ميكس سي فود لغاية كده. معلقتين نشا، معلقتين دقيق، عملنا قوام للصلصة دي، خدناه في حتة تانية. نقف محطة تانية كمان، دي شوربة السي فود صيامي، لو ما حطيناش زبدة اللي هي الحمراء المعروفة. حلو الكلام؟ معلقتين نشا بقت شوربة صيامي. حطينا كريمة لباني مع كوب من الحليب، بقت شوربة سي فود عادية خالص اللي احنا متعودين عليها بالكريمة. زي ما انا شغال كده. نسيب السي فود ده يستوي على النار شويه عشان ليا غرض من كده، ونسيبه شويه. خلي بالك في اللي حط في الاعتبار انك انت صوص الطماطم ده حاطين له توابل، وحاطين عليه بهارات، وحاطين عليه ملح، فلما تيجي تحط ملح دلوقتي تعملي تحط في الاعتبار ان فيه ملح. ده مهم جدا على فكره، يعني استخدامك لبعض التوابع من الاكل بتاعك لازم تعرفي ان في توابل وفي بهارات، فانا هنا هحط شويه ملح قليلين جدا. الحاجات دي لازم اقولها علشان تخلي بالك منها. شويه فلفل اسود كده وخلص الكلام. نغطي الحله دي وتعالوا نشوفوا تفاصيل عمل طاجين الطحينه هنعمله مع بعض ازاي، عشان ده هياخد وقت. مقاديره على الشاشه. طاجين الطحينه مقاديره على الشاشه. معانا طحينه. معانا بصل، معانا شبت، معانا توم، معانا زيت زيتون، الزبدة والسمنة بريئة من الطبق ده، خلي بالك. ومعانا طبعا البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وكمون وخل.
طبق لطيف وجميل انا شخصيا بحبه، لما يبرد وتحط في الثلاجه عايز طابونه عيش جنبه وناكل بالف هنا وشفا. حلو الكلام، تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. تفاصيله اي حاجه عندك، الطحينه تكون نوعيه كويسه من زيت السمسم، ما تجيبيش طحينه الفول السوداني بتبقى خشنه وبتبقى مره، دي طحينه زيت السمسم موجوده معايا. ونشوف نعمله مع بعض ازاي. محتاج للكزبره والشبت ونشيل دول ورا. حلو الكلام، تعالوا نقطع شويه خضار مع بعض. معانا فلفل الوان، اخضر احمر اصفر بصل فلفل حار، كل الخضره دي انا عايزها. حلو الكلام، هحتاج برضو للبصل الاخضر ده كده، وهعمل طاجين طحين، طاجين الطحينه بطريقتي. ادي البصل يتقطع كده، قطع شرايح. ممكن تعملي فكره تانية لطيفه، اخواننا في المغرب وتونس بيعملوها بالطريقه دي. الخضار ده يتشوي في الفرن، وبعد ما يتشوي في الفرن ينطحن في الكبه يبقى بوريه، ينزل عليه الطحينه وهو سخن، تبقى لطيفه وجميله. دي مدرسه. حلو، الفلفل يتقطع بالشكل ده كده، اخضر احمر اصفر كل الالوان اللي عندك. نعم ربنا كتير عند بتاع الخضار، بتخش بتلاقي جنينه خضراء، الوان الفلفل الوان البصل الاحمر الابيض، كرفس كزبره شبت، الحاجات دي كلها استفيدي بيها، ما تركزيش عند الجزار بس وخلاص. الجزار عتبته غاليه، بتاع الخضار عتبته في متناول الجميع، غير ان عتبته صحيه، عياده صحيه، اللي هي عتبه مين؟ بتاع الخضار. ده بصل اخضر عتاب، ده بصل اخضر اتقطع بالشرح الطريقه دي كده. معانا توم، معانا كزبره خضراء، معانا شبت، كل دول يا عم الشيف كل دول. حلو الكلام، يلا بينا. ايه الاخبار هنا؟ نبص على الحلاوه دي، يا حلاوه. تعالوا ناخد السي فود اللي احنا شفناه ده كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هنشيله بشياكه، واحنا بنشيله خلي بالك تحط في الاعتبار حاجه مهمه جدا. ايه يا عم الشيف؟ نحافظ على شكل السي فود. شفت الكابوريا، شفت الكابوريا، شوف الحلاوه دي، شوف الجمال ده كده، شوف البحر بيتكلم مصري. كابوريا على قشريات، هو ده هنا، هو ده. الله. بصطاد انا، تيجي تصطاد معايا؟ انت ورزقك اللي بيطلع معاك، انت ورزقك. شويه الشوربه الحلوين دول، تاخد لك كوبايه. يلا بينا، يلا بينا. الرز جاهز، اللهم صل على النبي. ننزل بينا كده ونقلب الرز. حلو، زي ما انا شغال كده. التوابل والبهارات في قلب الرز، التقليبه دي مطلوبه زي ما انا شغال كده، عشان حبات الرز ما تعجنش معايا. حلو الكلام. ناخد السي فود بتاعنا نسقطه كده، ونغطي الحله دي، ويطلع الرز بالسي فود، رز بالقشريات لما يستوي. يا فندم. حابين تطلعوا فاصل؟ اهلا وسهلا. حابين تكملوا؟ اهلا وسهلا. عينيا، حاضر. عايزين نخش على الطاجين بتاعنا؟ حاضر عينيا، اهو. تفاصيل في الحلة النهاردة، رز بالقشريات، عيلة القشريات، فصيلة القشريات، لطيفة وجميلة، تشكيلة من السي فود في قلب الرز، هي دي المدرسة. ما ينفعش احط الرز جوه السي فود، انا عايز اسويه كده عشان الرز يبقى معايا، ولما اجي اغرف الطبق بتاعي ده بغرف الرز وعليه القشريات
من على الوش عشان يبان ان احنا كرمه وبنقدم لضيوفنا احلى ما عندنا. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. صينيه بولت في الفرن بتتكلم مصري، رز بالقشريات خبره مصريه لطيفه، ما تنسوش طاجين الطحين بتفاصيله على الشاشه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بيقولوا لي في الاربيز او في الكنترول يعني ازاي شيف مغازي قشر الجمبري مع قشر الكابوريا مع قشر الجندفلي مع رز. انا بقى بعشق الرز اللي جوه التفاصيل دي، يعني لما الاقي حبايه الجندفلي فيها رز مع الفص اللي جواها بالتاكيد الطعم مختلف. اه شايفين الجو ده كده؟ اه انا هعمل ايه هنا؟ اخلي شويه الجندفلي في قلب الرز كده واصطاد الجمبري والكابوريا اخليهم على الوش، ده مطلوب عشان نغرف الطبق ده كده. اه ناخد الكابوريا دي كده بتفاصيلها دي، تعالي ست الكل عايزه تغلي. يلا ناخدها على نار شديده وناخد الرز بتاعنا ده كده نغرفه. يلا بينا. الله، رز بسمتي. نعم تنفع. يقول لي نعمله بالرز المصري عادي. ده جندفلي وانا بعشق الجندفلي لما يختلط الفص اللي جواه بشويه رز حلوين واخدين حب واخدين خبره طهويه. نزين الطبق بتاعنا ده بالكابوريا. تعالي يا حلوه. الله بالشكل ده كده. الله بالشكل ده كده عملنا ديك رومي من غير تكلفه. هاتي بقى الديك الرومي جنب ده كده واعملي عمليه استبيان، او تفضلوا ايه، الديك الرومي ولا الطبق اللي انا عامله ده؟ الكل طبعا هيقول لك الطبق ده. شكل الكابوريا مع الجمبري مع التفاصيل مع شويه الرز الحلوين دول بالتاكيد هيوفر عليك. انا بس عايز اوصل لموضوع